لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. حضرتك اللقاء العلمي النهارده للجنة مكافحة كورونا بخصوص مناقشة الاختلافات أو المناطق اللي بعض الدكاترة ما تبقاش واضحة ليهم في استعمال بعض الأدوية في البروتوكول، على سبيل المثال المضادات الحيوية، الكورتيزون، مضادات التجلط، امتى نستعملها وامتى يبقى استعمالها فيه خطورة على العيان، ايه العيان المناسب لكل دواء والجرعات المناسبة ليها. فالحكاية دي لازم تبقى واضحة، ويعني هي طبعا مكتوبة في البروتوكول، فالساعات في التطبيق بيساء استخدامها. يعني سمعنا الفترة اللي فاتت طبعا على سوء استخدام المضادات الحيوية بكميات كبيرة، سوء استخدام لأدوية السيولة، وما يتلي ذلك بقى من مشاكل ومضاعفات ممكن تحصل للعيان، او مثلا نزيف من ادويه سيوله او مشاكل تانية. طب هل في اي نصائح للاطباء ان هم يدوا حالات معينه محدده في استخدامات الادويه دي؟ هي حضرتك الادويه كلها مذكوره في البروتوكول بدواعي استعمال محدده والحالات محدده من الكورونا، يعني ما ينفعش الحاله البسيطه تاخد نفس علاج الحالات الحرجه. كل حالة منهم على حسب شدتها ليها بروتوكول وليها أدوية تتاخد بجرعات محددة ومذكورة في البروتوكول. لكن للأسف ساعات في التطبيق الدكاترة من باب إن هو بيبقى قلقان أو عايز يأمن العيان أو خايف على العيان، فبيبتدي يديله أدوية زيادة هو مش محتاجها، يعني يدي أدوية العيان حرج وهو العيان حالة بسيطة. فده بيدخلنا في مشكلة تانية، هي مضاعفات الأدوية، لأن كل دواء هو السلاح ذو حدين، لو استخدمته صح في مكانه للدواعي المحددة هيجيب نتيجة كويسة، لو استخدمته غلط العيان مش محتاجه هيعمله مضاعفات.